قال سيري غيريها صافي غيريها لا شوفني اوه فلوكس بي بروس كسر جيدي كوبي اتشي اي برو السلام عليكم سبوي تراك بايل في العشرين اللي تي فرملي لا شي مشي فرملي مشي فرماسي انا هذا انا كان طباك وشاب خصك شي قارو يا هادشي العيب مرحبا صاب نيز ديك بيك دوز السلام عليكم الشيافر ديال بصح كاملين سيلن وات طباك وطباك وشاب يا طباك وشاب مان شرر زيدي كبي كبي البيرة شي هادشي لا رمضان رمضان وشعبان عشيري قال لها تاي لا كاش بيرة دو برو 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 السلام عليكم كسطر مع مغربيات ولا مين امريكانية دير لايف اس يا في انستغرام فيسبوك اول اشياء شر سيدي كوبي اشي اصاب كان الشيافر قلب لها طوباكو قوم بيعو احنا التبغ قلت ايه قاش تشي فوري الدم واعلى بلان بلان واعلى يعني. فين الدوغز فين العشرين لايك يور فيديو برو الله يحفظك عشيري اي سي يو مان يا العشرين في خاطر بي اكس دبليو العز عشيري دراري كاملين ازور ازور لا الشلوح رجال فين برادرز اش عاود الدراري كاين شي جديد كاين شي كي داير مع الحوال ديالكم كاين شي دازنا في ميريكان طلعوا معنا مرحبا بهم كاع ويلكم الدراري انا حاليا كنت واجد في اورلاندو فلوريدا الا كان شي واحد هنا في الجهه مرحبا به صيفطوا له اللوكيشن تلاقاو معاه اول ذات مان رمضان كريم احسن سائق الله يحفظك عشيري ازيلال رجال بيج بروز اول ذا ريسبكت طلعوا معنا الدري صفر كويس اللي بغى يصيفط ريكويست صفر طلعوا معنا مرحبا مع باب الدراري كامل اللي عنده شي سؤال شي لعيبه بغى يطلع معنا نطلعوا معنا مرحبا واش يا خويا تحياتي لك من ايطاليا سمعني اشير وفين اشير بخير والله يا بخير اخويا كي داير انت والله يعزك ود مونس وراه سي منصف سي اخويا فين اخويا فين كنت في ايطاليا اخويا ايطاليا 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 اخويا دابا ايطاليا شحال معاك انت في ايطاليا اخويا شي عام ونص كتسمعني مزيان ياك واه كنسمعك اخويا شي ما كنسمعكش مزيان شويه الصوت عندك بعيد ولكن ما عرفتش من عندي ولا من عندك تسمعني اخويا دابا لا عشيري كان الصوت ديالك بعيد شويه ابي بالك خويا يا الصوت الدراري اللي كتسمعوني مزيان علموني الدراري الدري الصوت ما كنسمعش مزيان for some reasons اللي بغى يصيفط عاود صيفط اخي نطلعوك معنا مرحبا بك اللي بغى يصيفط ريكويست صيفطو الصوت راه عندي مشكل في الصوت فيكسيو فاليوم ديالها السلام عليكم سكيري جا خويا السلام عليكم السلام عليكم الله يكدير خويا بخير فين اخويا بخير مزيان
صحيح والله الا باغ كي داير انت الله يحفظك. هذه ما كتعطيني ستوريات وصيفط لك ميساج ما جاوبتينيش. راك عارف الحساب بعض المرات راه كاين بزاف ديال الناس، ما نقصش ندير الخاطر اي واحد فهمت، كاين بزاف. اشو صراحه الله رجوله والتواضع موت عليك والدينا اخويا، الله يسهل عليك الله يحفظك. فين كان؟ في ميريكان؟ كان في البلاد؟ فين كان؟ لا لا في المغرب في البلاد. مزيان اشي فين هنا بلاصه في البلاد؟ طنجة. طنجة طنجة زوينة طنجة. الله يحفظك حتى اللي عزام كل شيء موجود الخاو. ايلي شو كدير في طنجة؟ خدام؟ شو كدير؟ خدام في واحد الشركة ولكن فهمتي بقيت كان بازي على الرموك وشديت البيرمي. ويلي تبارك الله اخي. واش خديت القسم الف وقيله؟ قسم الف في المغرب؟ لا خديت السي والاوسي. السي والاوسي ما صراحه ما كنفهمش في السيستم كيفاش عندكم، ولكن انا كنقولوا له اي زعما الف فهمت. واه المهم الرموك شديته. تبارك الله عليك اخويا. شنو هو البلان دابا؟ شنو غدير؟ البلان ان شاء الله دابا شويه كنتعلموا وان شاء الله نخرجوا لها ديريكت ان شاء الله يا. طبعا المشكل كندوي مع بزاف ديال الدراري يعني عشراني في المغرب كان عندهم بيراميد الرموك، اما صعيبه شويه تلقى الفرصه. ديك القضيه ديال الفرصه حيت الشيافر شويه ما كيعطوش الفرصه للدراري. لا لا واكلي نطق واه بزاف شو اللي كتكون الاراده والعزيمه وشويه الثقه فهمتي، والثقه في الله وشويه الثقه في النفس. راه الانسان فهمتي يقدر يوصل لاي حاجه بغاها. لا هي دابا المشكل فهمتي، الا غنمشي نضيع وقتي وندير شي حاجه، ندير شي لايسنس ولا شي بيرمي، خاصك تعرف شنو غادي دير من بعد فهمت. هي راه ساهله دير البيرمي ولكن بحال فهمت ما فين غتخدم دابا؟ الفرص ما كاينينش، هذا هو المشكل. هو الانسان يبقى شاد في الخدمه ديالو فهمتي، ما يخويش تيعمر فهمتي، تلقى فين يعمر على الصح صحيح فهمتي. بحال اللي دايرها لها انا خدا في شركه باخر الحمد لله فهمتي. غدا ولا بعد غدا ان شاء الله يسهل. المهم دير واحد الهدف قدامي ان شاء الله نوصل له. لا تبارك الله عليك. شحال تقريبا شحال ديال المده خداك البيرمي في البلاد دابا؟ يلا عام ونص. عام ونص وانت كدير البيرمي؟ لا 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 ماشي غير شوف غير ديرني بحال شي واحد ما كنفهم. انا صراحه ما كنفهم والو، بغيت غير شويه تعلمني زعما كيفاش السيستم ديال التراكين كيخدم في البلاد، كيفاش القضيه ديال المدرسه شحال كتكلفك، بغيت شويه معلومات الا كان ممكن. مدرسه كل واحد وشحال كيكلف على حسب المدينه في المغرب فهمتي. كاين الكاميو، كتبدا بالكاميو، درت الكاميو كاين 4000 درهم فهمتي. شنو كنت درت؟ انا كنت كي شديت البيرمي ديال الكاميو دفعتني شهر الرموك، بديت كنقرا على الرموك فهمتي. واخا كانت شويه صعوبات مع الخدمه مع الخدمه راك عارف، مع مجوج وعندي وليد راك عارف المسؤوليه ديال الدار كذا هذه، ولكن الحمد لله. شنو انا كنقول لك، الانسان ملي كيتقاتل وكيدير واحد الهدف قدامه راه يوصل له باي طريقه فهمتي، خساره رضات الوالدين كذا. ما عرفتش اخويا زعما، انا فهمت بيني وبين البلاد مده طويله وبحال غير ماشي باش كنسمع الدراري ولا الناس كيقولوا لي الرموك حلم في البلاد كيجيني بيزار. شي رموك حاجه عاديه يا صاحبي، راه الدريات عندنا كيسوقوه ماشي شي حاجه فهمت. البلاد عطيني الرموك ولا عطيني بلاد بقوي زعما زعما الدومين عطينو اكثر من الاهميه ديالو، ماشي شي حاجه انا بالنسبه لي فهمت. لا شو انا عادي فهمتي، هو اصلا مش حال عادي فهمتي، وانا كيعجبني هاد الدومين هذا فهمتيني. الحمد لله قرينا شتينا الباك ديالنا. عندك شي فهمتي؟ عندك شي واحد من العائله دجا في الدومين؟ عندي. واش شنو هذا يقدر زعما اوكي بالنسبه للخدمه؟ حاول زعما تدفع السي في شي شركه ولا انا معايا الدراري، شي الدراري كانوا خدامين معايا، خدامين كنعرف جوج دراري كانوا خدامين معايا في الشركه اللي انا فيها، ودابا هما خدامين في الرموك، جوج بهم مشاو خدامين في الرموك. اوكي شحال تقريبا خاصك ديال المده تبقى تخدم كريسون باش تولي شيفور؟ دابا انت واش طارتك؟ الا كنتي قوي في
وكتعلم وكذا وخفيف وهذاك فهمت راك تعلم وخص دابا هنايا انا دابا اللي كنقول هنايا للدراري الشافريه ديال المغرب هما يتعاونوا مع الدراري يلاه شدوا البيرميات هذا هو المشكل اخويا انا ديك النهار هذا هو المشكل هذا هو المشكل اللي والله العظيم زعما ما 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 كانش حل ديك النهار هضرت مع واحد الدري مغربي مسكين هو ساكن في خنيفره هضرت معاه كطلع معايا في واحد اللايف وكنا كندويو قال لي خويا انا خديت البيربي وما لقيتش شي واحد يخدمني ما لقيتش واحد يعطيني فرصه باش نتعلم دابا هذه هي المشكله حنا ما كنتعاونوش مع بعضياتنا لو كنا كنتعاونوا راه في حاجه فري قال لي مشى خدم مع واحد الدري تما في دار معاه غريسون قال لي انا 3 شهور وانا كنسربي في اتاي وكنغسل في الرموك قال لي كان كيخليني ندخل نعس لداخل كيدخلوا لداخل ينعس في الفريكو كنفرش له في الارض في الفريكو ماشي حشومه عليها صاحبي ماشي دابا الشيافر ديال البلاد ولا المغرب كيفكروا ديك التفكير ديال ما كيبغيش يعلم شي واحد جديد كيخاف على بلاصتو يقدر هذيك يخدم يتعلموا اللي يولي احسن منه يديروا هذيك الرخاوي الارزاق بيد الله ولكن داك التفكير داك التفكير جاهل ديال الجهل بلا باقي جاهل ما بقاش داك فهمت الناس باقا محساده يقول لا هذا دي يتعلم غيدي لي بوزيسيون ديالي ولا احسن منه كاينه ما نعلموش ما نعطيش الفرصه هذه هي الخايبه وما بغيت هذه الفكره بغيت نبدلها اخي والله العظيم انا مشاو معايا الدراري كنترين هاد الايام بالدراري ترين تقريبا مشي 4 ديال الدراري تقريبا دابا الله يسهل عليك والله العظيم اخويا خداو البيرمي اليوم واحد الدري خدا البيرمي تقريبا هاد السيمانه خرج معايا جوج سيمانات ولا معلم فهمت جوج سيمانات علمته داك الشيء كامل ولكن فهمت البلاد دابا المشكل كاينين الشوافريه ولكن الماتريال ما كاينش فهمت الرموكه ما كاينينش واخا غادي تخدم عند شي شركه ما يخلصوكش مزيان شحال يعطيك 7000 درهم في الشهر واش غادير لك 7000 درهم انا كنديرها في النهار كنت هنايا الشركه كنت هنايا في طاجو كنت كنمشي نتعلم في الرموك ساعد المقاله ساعد المقاله تقريبا نقولوا حنا ب 30 دولار كنسمعك فهمتي ها باش نديو سمعتيني باش نديو الخبره وكذا وهذه خاصك انت تخلص باش تتعلم انا ديجا خلصت 30 دولار للساعه ب 30 دولار راه خدمه ديال سيمان راه بلا مسكين كيضرب الثمن باش يجيب 30 دولار بزاف دير وكنقول له فهمتي هدف خصنا نحققو ان شاء الله فهمت ما عندنا ما ندير الواحد يضحك فهمت انا صراحه كنسمع كنحاول ندير كنبدل البحث ديالي كنحاول ماشي كنقارن ولكن كنبقى نشوف كندير مقارنه ما بين الدومين هنا والدومين في البلاد البلاد باقي بعاد واحد السنه دونك تما هاربين علينا بزاف زعما كنسمع شي ناس كيقول لي شي هضره ماشي كيضحكوني ولكن بحال انا عارف بحال الناس باقي بحال الجهل داك التاشي فوري دافعين كبار قال لك لا انا ما نعلمش دري جديد ما كيبغوش يعطيو فرص للدراري كيسوق البوينغ بلا كتسوق دير امك البوينغ انا راه دريه كنت كنعطيها الفولا قسم لك بالله دريه كنت ندي معايا تسوق والله هذه ممكن للاسف اخويا فهمت ما غاديش نقول شي هضره اللي غادي ندم عليها في هذا اللايف حيت اي حاجه كنقولها تسجل عليا ولكن بالتالي الله يجرى هي الحل الله يجرى بالتالي اخي عبد العامل والله العظيم فهمت الا انت ديجا كتعشق هاد الدومين سير لاوروبا ولا جي عندنا هنا ولا كندا بالتالي هذه التاليه اللي قلتي وهي اللي كنبازي عليها كندا ان شاء الله هاد الهضره واحد المره قلتها بقاو كيجيوني التهديدات بالقتل بقاو يهدوني كيما كنبغيت نهضر كيجوني شي ميساج كيجوني التهديدات حيت اي حاجه كنقول في السوشيال ميديا راه كتسجل ضدي فهمتي انا اخاي اللهم كاع بعد الموضوع بدلو صافي ولكن اين هو اخويا شنو اسمك الله محسن سي محسن شرف لي والله الا فرحت لك اخويا مبروك عليك البيرمي اخويا وان شاء الله تما الخير وان شاء الله شي واحد تلقى شي فرصه جديده اخاي ان شاء الله لا ان شاء الله ان شاء الله انا كنقول لك الانسان خصو يزعم فهمت خص الزعامه وشويه الثقه ماشي ديك الثقه الزايده ورضات الوالدين ولا كان عندك الطابع ديال الوالدين وتخممش ضروري يسهل عليك كيف انت باش خديتي البيرمي كيفاش هي النظره ديالك كيفاش بان لك الريموك تعجبك الدومين كيبان لك ساهل صعيب زعما الدومين واعر الدومين ديال حتى شي واحد ما فوق منك دابا انا خدام في شركه واسي وكنقولها فوقاش ربي ساهل ان شاء الله خدمت في شركه حاليا كتسوق ريموك مع شركه لا خدام في واحد السوسي ديال الدواء اوكي فهمتي
ولكن ان شاء الله دابا شو انت راك خدام في السوسيه ديال الدواء وفي نفس الوقت ما تطلقش الخدمه ديالك حتى تلقى فرصه فهمت كاين شي اللي داير اه كاين بزاف ديال الدراري كيديروا هذا الخطا يكون خدام شي خدمه كيطلق الخدمه ديالو كتجي شي فرصه جديده وكيندم كيصدق لا هذه لا هذه بقى شاد في خدمتك اخويا سير تخدم لا الخدمه ديالي شات فيها ان شاء الله نكون في الدومين ديال الرموك ولا سير بدا باش ما فهمت غير بدا تلقى كاينين شركات كاينين شركات راه كاينين بزاف دابا كاين ديك الشركه ديال اخ نوش ديال كاين ديك الشركه ديال دلاع كاينين شي شركات زعما كيخدموا خصوصا الجهه ديال طنجه راه فيها الفرص طنجه راه كاين الميناء كيبغيو ضروري كيبغيو ان شاء الله مطلوب لا كاين هنا الدراري انا كنعرف الدراري كدا فهمتي خص شويه ديال الوقت راه كنقول لك باش توافق ما بين الخدمه عندك وباش تخرج تدبر على راسك صعيبه شويه خصوصا فهمتي كنت عزري ايه حقني كتدير هذه مسؤوليه صعيبه مسؤوليه راك عارف الطريق الخبز ديال الوليدات راك عارف شنو كاين ان شاء الله ان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله الطلبات ديال السي في باش كتدفع السي في لشي شركه شنو كتطلبوا لك شوف لا ما كاينش السي في كذاب عليك اي كذاب لا في المغرب كامل كاين لا شي حاجه سميتها المعرفه صاحبي فهمتي هذا هو السي في عندنا حنا في المغرب مؤخر لا الوظيفه ولا اي حاجه صافي الله يسهل عليك شي بلاصه لولد عمي شي بلاصه لخويا شي بلاصه كذا راه كتدبر على راسك اما تقول لي السي في كاين السي في لا والو كاينه فهمتي شحال تقريبا من شركه دفعتي دابا شحال شركه دفعت لهم السي في دابا انا باقي مخدم مع هاد الشركه انا باقي ما فهمتي انا قلت تا نتمكن مزيان من الرموك فهمتي تا نطلق يدي ان شاء الله وكذا ونعرف بزاف الحوايج دابا شو تقدر تعلم غير بازيك ويعطيوك الرموك ديالك تسوق بوحدك وداك الشيء مع الوقت كتبقى تسوق كتطلق يدك اوتوماتيك ما كتحتاج هي هذه حاجه طبيعيه تبقى جالس مع بنادم ما مرتاحش انت وياه تبقى بنادم مدافع عليك كبير بحال اللي مبغيش يوريك هذا هو المشكل ما كيعلموش هذا دابا زعما حنايا ما كنبغيوش نعاونوا بعضياتنا هذا هو المشكل كاينك السلام عليكم خويا بخير السلام عليكم كتسمعني اخاي كتسمعني انا دابا كنسمعك اوكي مزيان اسمعني غير مشى لي الصوت شي واحد المكالمه مشى الصوت واه فهمتي نتمنى مشياف فرد المغرب يعاونوا الدراري يوقفوا مع الدراري ان شاء الله فهمتي ان شاء الله السلام عليكم اختي انت الله يحفظك والعواشر مبروكه ان شاء الله الله يسهل عليك الله يحفظك الله يحفظ الدراري كاملين ان شاء الله الله يسهل عليك يلا السلام عليكم سلام كي داير اختي بخير الحمد لله انت لاباس عليك الحمد لله اختي ممكن نتعرف عليك تقدمي راسك ديجا كتعرفني هذه المره هضرتي معها وهضرت معها ما بقيتش عاقله اختي اخر مره دويت معاك راه مده طويله سمحي لي راه شويه كعارف الكارت ميموار على قد الحال سمعتي شي ما كنت في كاليفورنيا كاليفورنيا مشهور فين اختي شيماء هنا بلاصه في كاليفورنيا LA كاوني اوه اوكي ذاتس جود مزيان في كالي هنا بلاصه اكزاكتلي تورنس ممكن تبيني وجهك الا كان ممكن نشوف وجهك نشوف ما اشوف فيك اوكي فين هنا بلاصه اكزاكتلي قلتي في تورنس يا That's good. شحال ديال المدة وانت في كاليفورنيا؟ 2019. That's good. Two years. جيتي قرعة؟ Yes. That's good. That's good. That's perfect. مشرفين اختي. بحالتك. مشرفين. شنو كديري دابا في اوكي مشات. Anyways, الدراري اللي بغا يطلع مرحبا جبدوا شي موضوع بغا يدوي مرحبا به. Californian. It's all good. كاين شي دريات كيحشموا كيبغيوش يطلعوا فهمت اللي بغا يطلع مرحبا هاي بيلوت نار كبير هذا كبير اخويا بلاجر نار كبير هذا هاي بيلوت نار كبير هذا نار كبير هذا بزاف نار كبير اسمع نصبرك في التراك من عقل سالك مرحبا ديروا لك السيباك شحال كتصبر شحال التوتال ديالك شحال التوتال ديالك ماكس سبيد اخويا هذاك السؤال يخليها راه كلشي كيسول
شحال الماكس سبيد؟ انا باغي نعرف شحال الماكس سبيد ديالك وزا الماكس سبيد اخويا مشيو ب 120 تقريبا 130 ولكن واش الماكس الماكس اللي عطات بالكارن 30 كاع 140 كاع طلعنا كاع كعارف ايوا راه غلبتك في هذه غلبتك في هذه سلام اخويا بخير ايه ميو فين اخويا بخير هادي خويا اللي طلع نتعرفوا على الدري اخي شو سميتك اخويا ايوب ايوب من المغرب والدري الاخر عثمان عثمان سي مشرفين الخوت الدراري كاملين شياط مشرفين اخويا واه كنسوق اخويا عبدو ولكن انا لي ستوري ديالي بشكال واحد القصه بشكال مرحبا نبارطاجي كاع نسمعوا بارطاجي الدراري واه انا البيرمي شديتو بشهر ديال الرموك مي مشيت نتعلم مي مشيت نتعلم في تعليم السياقه قال لي سير مع التروطوار ورجع مارش اريير هاك البيرمي اوكي فهمتيني اوكي مشيت كنطلب الخدمه في البلاصه ما كاينش في البلاصه دخل لي واحد السيد عطاني الرموك واحد الشركه اسبانيوليه قال لي واش كتعرف تسوق تحياتي قلت له كنعرف ما شافش البيرمي فيه شهر فهمتي ما شافوش عطاني الفولفو 500 جديده بقى قرطه واش القضيه فيها تضويره باك صعيب لا ما فيها والو والله ما فيها رزقك والسلام رزقك اه خويا فهمتي رزقك والسلام واش الكرافيه ديال الريح عناش اخي عثمان انا بلاصه انا كنت في طنجه دابا في اسبانيا راك في اسبانيا عاود واش هاد الستوري ديالك وقعت لك في اسبانيا ولا لا في المغرب في المغرب هادشي ما يمكنش يوقع لك في اسبانيا هادشي لا بالعكس اسبانيا سهله على باقي على البلاد شويه سهله لا ما يمكنش يخدمك على شهر انت جاي شهر عندك في البيرمي وما عندكش التكوين ما كاينش التكوين شهر ما عمري ما مشيت مع شي واحد قريسون ولا شي واحد وراني قال لي كيفاش دير ولا كيفاش انا راه كاينه واحد المدرسه بلا ما نذكرها واحد المدرسه كاينه في فلوريدا كتمشي عند واحد الباكستاني واحد العالم الثالث كتعطيه الفلوس كيعطيك البيرمي بلا ما تجي كاع المهم مشيت نكروشي ريمورك ندخل بوارتو ندخل المرسى ديال طنجة طونجيمي اللي تعرفها غنكروشي واحد الريمورك الكابليات ديال الريح وديال الفان ما كنعرفش نركبهم دقيت على كيفاش سلكتها زعما كيفاش سلكت راسك دقيت على واحد السيد في ستاسيوني قدام الريمور كان لي عن كروشي قلت له اخويا كي كيديروا لهادو قال لي كيفاش انت واش اول مره قلت له اول مره بقى السيد مشلاط فهمتي جا في كاميو جديد فولفو 500 بقى جديده ما عرفش تركب الكابليات ديال الريح كيفاش قلت له رزق الله وراني قال لي ها كيفاش دير قال لي تعرف تخرج من هنايا من الباركينغ المايك واقفين حدا بعضياتهم فهمتي المايك واقفين حدا بعضياتهم قال لي تقدر تخرج من هنا قلت له امشي طويل امشي تا نقرب هذيك الكاميو اللي اون فاس معايا ونقلب كلشي قال لي برافو ليك معلم وسلكتها زعما ما درتش او ديرها كاريتها صعيبه شويه هاد القضيه والله اخي عبدو قسما بالله العلي العظيم لحد الان عمرها ما وقعت لي شي حاجه عمرها ما غير زعامه ورضات الوالدين معاه السنطيحه كما كنقولوا حنا السنطيحه فهمتي السنطيحه ما تمشي عند بنادم هذه الهضره اللي كنت كنقول للدري اللي معايا الدري قال لي لا خصني نمشي اخويا شي واحد عطيني الفرصه لا ولكن شويه بنادم خصو يكون عنده واحد النيفو ديال ليتود شويه ديال الفيزيك شويه ديال المات شويه ديال كيفاش غنقول لك ديك احاسيس ديال باقي تسوق شي حاجه باقي المهم انت عارف الرموك طويل تبقى تفتح تشوف القناه ديالك ماشي بحال المدرسه ماشي بحال المدرسه هما اللي شويه كيقول لك لا ضرب التروطوار ساسقط واه ماشي بحال المدرسه داك الشيء اللي كندير مع الدراري كاملين جداد الدراري جداد انا كندير لهم داك الشيء اللي تعلمته شنو كنقول لهم نقول لهم اوكي ها هي البلاصه بنات بلاصه الرموك اوكي عندك ما بين جوج رموكه اول حاجه غادي دير غادي تجي توقف الرموك غادي تشوف فين غادي تباركي غادي تجي كنقول له الفولون حسبها بحال الساعه
وكاين فولو هي دايره بحال الساعه انا هضر عليه بزاف 12 3 6 9 غادي دور الفولا كامله غادي تدورها وتبلوكيها في 3 الرموك غادي يقول لها جهه وبعدا من 3 غادي تردوا للتسعود باش الرموك يعطيك واحد الانجل تعطيك فهمت كتشوف الجيم ديال الرموك يعطيك واحد الانجل باش تدخل هذيك الشوف هذيك عبدو طلع الفرانات غادي تهبط غادي تشوف صافي بعدها تلقاتها بطغيب شويه تيبان لك الظهر ديال الرموك بدا كيدخل في هذيك السباط ما بين دوك جوج خطوطه داك الخط اللي على الجهه ديالك الجهه ديال الشيفور صافي كتشوفو دخل شويه كتوقف كتهبط عاود وكتبقى تسجل كتبقى تقاد في الفولو كتقاد الجراير ديالك حتى كتدخل انا مارسيال محاول اسمع انت شويه تقتل فهمت انت عندك مارسيال باقا ضعيفه ماشيش دايت مارسيال اخويا ضروري اخويا شوف ما كانش شي واحد معلم اخويا راه كاع كنتعلمو حاجه عاديه كنضحكوا معاك عندك الصح راه شوف المارسيال واخا تكون عندك 5 سنين 10 سنين راه حتى شي واحد ما معلم في المارسيال باش نقولها قاعده فهمت داك الشيء كامل راه رزانه وما كانش ثقه في الحديد راه والله العظيم اخويا زعما الحديد ما تثقش انا كنقول للدراري اللي عاد بداو فهمت يعني صعيب شي واحد يلاه بدا يلاه عنده مثلا عنده 6 شهور عنده عام صعيب تبقى تقول له 12 3 9 فهمتي شنو كنقول له انا شوف طلقها وبقى تعوج معاها مشات هكا تبعها هكا ما شتيهاش مزيانه هود وشوف بعينك صافي واناليزي بعينك شوفها بعينك دخلها في بحال اللي كتلعب بها في راسك لداخل في العقل ديالك فهمتي انت اخويا ايوب حس بيها شي فور حتى انت ياك خويا وي اخويا شحال ديال المده اخويا شنو كدير دابا انا شي فور البيس بارك الله اخويا خدامي في المدينه واقيلا ايه في المدينه انا مزيان اخويا شحال ديال المده وتكسوك الطوبيس دابا عندي واحد 8 سنين كذا تبارك الله اخويا تبارك الله عمرك ما جربت الكاميو ولا غير الطوبيس كاميو والله خديت بيرمي عام ما خديت ما عمري جربت ويلي اودي خاص غادي عثمان النهار الاول عطاو الخدمه عطاو الكاميو والله العظيم اخي عبدو والله الا كنجلس انا دابا مع راسي كنبقى نشوف انا ديك الشيء كنقول اصاحبي شنو داك الكريك هذاك الكريك نهار اللي حصلتي في الثلج وبغيتي تهبط ديك المانيفيل هذاك تما كاين واحد الكرو كنديرو واحد الكرو باش كيشد باش كنبقى ندورو اما نطلعو ولا نهبطو كان هذاك الكرو النهار الاولاني انا سيبتو ما عرفتوش دايش لا شو عندنا بعد مرات باش كيوحل في الثلج كاين واحد عندنا لداخل واحد السويتش عندنا واحد السنسور كطلعو الريموك بلاصه جوج ديال الجراير كيبقى كيولي بحال الكات كات كيبقاو كاع كدفع كات كات كامله كدفع المشكل هو وحل في الثلج ولكن كان كنت هاز موراي الوزن كنت هاز تقريبا شي 36 طن زيد هبط له الفناطز هذوك الريح القراعي ديال الفناطز ديال الروايد ما درتها ولكن المشكل الثلج غارقه صاحبي فيه شي نص المشكل كيزيد يهوي الثلج كنسميوه حنايا البلاك ايس الثلج كحل عشوا البلاك ايس الجليد بحال الجليد كنبقى حنا كنسوقو في الخوا هذا ممكن اللي وقع لي دابا الزراره كتبقى تكثيري ولكن هي كدور ديما غير في الخوا كدور في الخوا زيد هبط لها الفناطس ما يمكنش التراكتور عيات تدفع في العربه ولكن التراكتور كاع ديك القوه اللي طوناج اصاحبي شحال تقريبا الكاباسيتي اللي كتهزو في البلاد ديال الطون حنا كنهزو كنفوتو ديك 50 طن لا 50 طن دوك 50 طن هادشي الحبس ممنوع حنا 50 طن كنفوتو مع الدلاح تقريبا 80000 باوند ما عرفتش شحال هي بالطونه 80000 باوند هي تقريبا شي 40 طن واقيلا 83 تقريبا حتى حنا عندنا في القانون 40 طن عندنا في القانون 40 طن ولكن الدلاح والجليج والرخام ما كاينها لا صاحبي راه شفت واحد الدري ديك النهار واحد الدري درت معاه الكاميرا كنت كنهضر معاه حتى هو خدام في البلاد كيدير الطبلات خا صاحبي 60 طن هز 40 طن وباش رابطها غير بالحبل تعرف هذا صاحبي راه جريمه هذاك اللي شدوه هنا راه يغبروه والله حتى يغبر لا لا شوف لي نورم ديال الخدمه في المغرب راه لا تعلاقه باش نجيك لا
الروايد، عندك الروايد، عندك السوايع، عندك الماتيريال ما كي ما كي ما كي لا لا شو احنا عندنا الماتريال، كيقول لك حياتك هي الاولى، الماتريال ما كيديروش عليه، فهمت؟ الماتريال يعني نقول لك عندنا الرويضه كتوصل غير واحد المده صافي، كتمحى هذيك الغرق ديالها كيمشي، كتبدلها. نصيفط لك الروايد. الروايد ضروري، الروايد عندنا باش كيشدك الديوانه، كيشدوك عندهم واحد مسطار كيدخلها في الرويضه، وكيشوفها ديال شحال غارقه تقريبا خص تكون فيها. انا كيطراسيوهم هنا. لا حنا لا ما كاينش طراسه. روشابي. حنا عندنا عندك الروايد ديال التراكتور، هذوك تقدر تراسيهم. ولكن كاينين شي روايد ديال التريلر ديال اللور، هذوك ما يتراصاوش. كاين داك اللعب عندنا، ولكن اللعب عندنا الانسبكسيو، عندنا القانون بزاف، فهم كيطبقوا عليك القانون ديال بصح. دير كسيده يجبد لك، يقول لك دير الدروغ ديال التاس، يشوف واش داير لا دروغ. مخبارك الدراري ديال اكادير طنجه، اللي كيديروا اكادير طنجه راه كيخدموا 8 الساعات 9 الساعات ما كيوقفش فيها مره. ويلي عنده ساعة ديال الفريق مثلا، حنا عندنا القانون 4 ساعات ونص خصك تفرق. ولكن كون نقول لك انا كنسوق 24 ساعة الثقة ولا ما تثقاش، كنعس 3 السوايع في النهار. ولكن واش قانونية؟ ماشي قانونية. يشدك يبزقك. لا ما عرفتش شموش عندكم، عندنا ما كنديروش الوراق، كنديرو داك الشيء غير في الطابليت الكترونيك. الكتروني. لا احنا عندنا الديسك او داد الموضوع صح، خلي شوف بلا ما تجبدنا هذا الموضوع. لا ما كانش نديو خبره غير عندو. لا خي شوف خويا ايوب، خي عثمان، ما انا قلت لك هاد الهضرات راه كاينين شي مساخيط هنا في هاد البلاد، ساكنين في البلاد. داكشي صيفطوا للبولي، داكشي مدابي. كاينين شي كاميرا من هنا راه كيشوفوا بلا ما نعملوا. لا كاينين، هذا هو المشكل دابا، باش كتهضر مع شي ناس وكتبقى كتطلع في السوشيال ميديا وكتحاول توصل لهم معلومه، كتحاول فهمت، تحاول تهضر على شي موضوع. كانوا ضد هاد حاشاكم القواد الامريكان، ولا سمعني شي قواد ينزل قواد مع هاد اللايف، كانوا ضد ذوك القواد الخوت، كيسجلوا الصوت واي حاجه كيمشيو ريبورتيوها للريبورتر الديوانه ديال لوجيستيك. انا طرات شحال من واحد اصاحبي، انا براسي ديك النهار جاني ريبورت من الديوانه ومن السوشيال ميديا. فوالا وقيلا وقيلا ناض واحد المغربي اللي كيسمعني، الله ينعل بلا ما نكمل. اوكي ناض واحد المغربي، خلي المولى ناض واحد المغربي الخوت، اقسم لكم بالله العلي العظيم، ناض من السوشيال ميديا كيتفرج فيا، عايش في امريكان، عايش في تكساس، شاف واحد الفيديو ديالي، مشى هز الفيديو صيفطو لكسميتهم للديوان، ماشي الديوانه ولكن اللوجيستيك، الوزاره ديال اللوجيستيك، النقل واللوجيستيك، النقل لهم فيديو ديالي، قال وكتب عليه، قال لهم هذا راه كيشكل خطر وكذا، كيسوق بلا صمته وكيدير وكيفعل، فهمت؟ كيعيطوا لي في النمره ديالي، غادي تجي عندنا النهار وفلاني، تجي عندنا دوز الفحص ديال الدروغه، واش كتدروغه؟ والله تخيل انت، وهذا غير ولد بلادك، هذا هو المشكل، فهمت؟ ما راه كاين بزاف اللي كيدير في الراس عشيري، ما كنبغيش نقولهم، كنخاف. سمي خويا لا مونتاليتي صعيب، مونتاليتي صعيب. مرحبا خيو، بحال دابا بحال هذا تستافد منه، دوز مع شي ستاج عندك شي خبره بحال هذاك دابا. شكون هو هذا خونا اللي دار بيه هذا المشكل؟ اخويا هذا ما هذا بلا ما نقولوا، هذا قواد هذا، هذوك تسمى الحاسد الكابا، هذوك صحاب الكابا، هذوك الحاسد الكابا صاحبي، راه منهم عدد كبير اصاحبي، راه وصلت بهم في ميريكان، اقسم لكم بالله الخوت، الا وصلت بهم ولاو كيهاجموني ولاو كيهدوني بالقتل كاع، فهمت؟ ولاو كيجوني. لا ما ديرش بالك، كتحاول تحضي، فهمت؟ اي حاجه تبغي تقولها ما قاودو، المهم انت ما تخليش الاثار وصافي، مشي قاوي العالم الاثار. وانا والله العظيم راك عارف مطلعين، كعارف ما كنديرو حتى شي حاجه، كنديرو خدمتنا وفي نفس الوقت اجي دابا كيفاش بنادم لا بغى يمشي يخدم تما، كيفاش خويا بنادم اخويا ساهل، دير القرعه ولا شوف شي كونترا ولا شي لعبه، ولكن ميري كان باش خايبه الكونترا شويه قلال فيها، ماشي بحال الكونترا، ما كاينش الكونترا خي عبدو، كونترا والو. الثمن تقريبا شحال شنو اخويا؟ الثمن تقريبا الكونترا تما شحال؟ ما كاينينش
تلقاهمش والو كاع ما كاينينش ما كاينينش كيما كداك الطاليان موجوده كاين الكونترات بالنسبه لكندا ماشي امريكا الطاليان موجودين الطاليان كاينين خصهم يكون عندك الاوراق دابا مشاو جوج كونترات مشاو جوج كونترات هذه دابا واحد شهرين مشاو جوج كونترات بعشرة عشرة فيهم الخدمه ديال الرمو هنايا في ايطاليا او ايطاليا لا شوف كان واحد المغربي واحد النهار واحد المغربي كنت فرشو واحد النهار كان واحد المغربي هنا عندنا كان عندنا في ديك الجهه ديالنا اللي في فيرجينيا في المغربي ناض كيقول لهم امريكان راه طالبه الخدامه الفلاحه وعندي كونترا ما عندي كونترا ناض باغي نصب على عباد الله مجهدين دابا هادو دابا حيت انا حيت انا عندي واحد الخا كيدير شي فور في حدو ايطاليا وحدو لاجونس ديال ايطاليا ما كيديرش انترناسيونال كونترات فيهم الخدمه كيبغى بغا هو شي واحد ديجا دار انترناسيونال ماشي شي واحد يلاه في المغرب كيدور كيديروا ليه في المغرب فهمتي بغا شي واحد ما يبقاش تابعو شي واحد مخالط ديجا وعارف جي بي اي اس ومخالط الطريق ومخالط من هنا فين يا خويا فين هز قول لي عصرا عصرا فيها الخدمه كيلوح ليك الرموك ويخليك عثمان بغيت نسول ما الدراري دابا في البلاد واش الدراري كيستعملوا الجي بي اس كاين الجي بي اس في البلاد كاين قضيه لا انا بخدم شوف انا خدمت لانترناسيونال بالتليفون هذا اللي كنهضر به خدمت لانترناسيونال بالتليفون ويلي بنادم اللي كيبدا بالجي بي اس كيمشي يشري طومطوم بلا ما نقولوا السميه كيمشي يشري طومطوم كيبقى تابعو هذا العبد هذا عمري شريت الجي بي اس ديال الكاميون ما عمرو لحق ديال التليفون فشي غلط لا حني في الغلط ولكن كنضرب الحسبه كندير الساتيليت وكنبدا نشوف الطريق واش قصيره واش لاتينوس المشكل ديال التليفون لاتينوس هنايا في اوروبا كتعرف نصيفط لك شي فيديو اس كيديروا شي دران كيدخل البويبلو الزنقه فيها 2 متر وداخل فيها فين ما جي مع الله اعلم لا ولكن بغيت غير نفهم الدراري اللي كيسوقوا الريموت في المغرب واش ما عندهمش جي بي اس ما عندهم والو كاع كيمشي هكا لا 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 المغرب لا المادة باينة طنجة طريق واحد تدخل على اليمين زعما ما كاينش داك الشيء هنا باين كاين لي زين راه معروفين هما هنا في بلاصة الاخرين هما هنا المشكل القناطر وكيضرب شي قنطرة ما كاينش ديك القضية كاع لا ديك الشيء تسكن ليستو قال ولكن اخويا راه ما عندناش دوك القنطره اللي كتعرف هنا حنا راه القنطره الا كانت حنا القنطره كتكون مراه شحال فوق شي واد هذه هي القنطره حنا عندنا عندك هولندا المانيا بلجيكا فرنسا هادو تخاف منهم في القناطر فهمتي شي حاجه اخرى شي حاجه اخرى ما تخافش في القناطر كان سكران يجاو دخلوا والمهم عبدو عبدو اخويا كنسمعك انا نهود اخويا جاو عندي شي ناس تهلا لي فراسك مال